معانا على التليفون دلوقتي الناقد الرياضي استاذ محمد باهي المختص بكل اخبار الدرجه الثانيه، وكمان هو في المؤتمر الصحفي لتقديم كابتن محمد صلاح من نجم نادي الزمالك لتدريب نادي السكه الحديد. استاذ محمد اهلا بحضرتك. اهلا بيك واهلا بالساده المشاهدين واهلا بقناه الزمالك العريقه الجميله. نقل لي الاجواء عند حضرتك، ايه اهم ما قيل في المؤتمر لتقديم كابتن محمد صلاح لنادي السكه الحديد؟ الحقيقه المؤتمر لسه يا دوبك دلوقتي خالص، مع مؤتمر تقديم الجهاز الفني الجديد لنادي السكه الحديد بقياده الكابتن محمد صلاح، وكان متواجد طبعا كل اعضاء مجلس اداره النادي واعضاء النادي جميعا، يمكن كابتن نبيل كمال رئيسا لمجلس الاداره، ومعاه محمد نافع نائب رئيس المجلس، والسيد السيد عيسى المشرف على الكره وعلى الرياضه في نادي السكه الحديد، وكان كابتن كمان محمد صلاح متواجد طبعا على راس القائمه، ومعاه كابتن رضا الويشي اللي تم التعاقد معاه كأحد صفقات الفريق. قال طبعا كابتن محمد صلاح وعد بان هو يبذل اقصى جهده لصعود نادي السكه الحديد وعودته بعد سنوات طويله جدا جدا للدوري الممتاز. الكل تعهد على ضروره الامكانيات الماديه تكون متوفره لنادي السكه الحديد حتى يحقق هدفه في عمليه الصعود. الكل عارف طبعا ان مجموعه القاهره والدوري الممتاز به هي اقوى المجموعات، صعبة يمكن جدا المجموعه القويه جدا تسمى مجموعه المود، بتضم انديه عريقه جدا وانديه قويه زي بتروجيت، وادي دجله، بورتو، القناه، اي السويس، حد بيهبط درجه تانية بيحاول يهرب من القاهره، بيحاول يهرب من المجموعه دي عشان بيكون الصعود منها صعب جدا. بالظبط كده. لكن طبعا السكه الحديد بحكم موقعه في قلب القاهره فهو صحيح في مجموعه القاهره، ويمكن انتوا هتشوفوا السنه دي زي ما قالوا في المؤتمر هتشوفوا السكه الجديد هذا الموسم، فكر جديد، امكانيات جديده، جهاز فني على اعلى مستوى. يمكن كابتن محمد صلاح معروف ان هو اغلى مدرب في دوري القسم الثاني، يمكن مجموعه حتى ان هم دلوقتي بيتم التعاقد مع لا كابتن لاعبين محمد جدد صلاح عنده صفقات قدرة جديدة. عالية جدا على التعامل مع اللعيبة في الدوري الدرجة الثانية، صعد أكيد أكتر من فرقة للدوري الممتاز، ولكن هل شايف إن الأجواء داخل السكة الحديد والإمكانيات تخلي أو تتيح لكابتن محمد صلاح الفرصة إن يطلع فرقة جديدة للدوري الممتاز، أو مش جديدة بقى، فرقة يعني كانت موجودة في الدوري الممتاز ولكن بقالنا فترة كبيرة ما شفناهاش؟ هو كابتن محمد صلاح قادر، يعني زي ما عمل مع اف سي كان وعمل نادي كده مع كبير اربع جدا، عمل كده مع اربع انديه قبل كده، قادر مع ولكن اربع يقدر انديه. دلوقتي مع الامكانيات اللي موجوده مع السكه الحديد؟ طبعا يمكن هو ميزته ان هو بيشتغل مع انديه بتكون عندها امكانيات الصعود زي ما حصل مع اف سي اللي تحول الى زد، وتعامل مع القناه قبل كده ومع تليفونات بني سويف ومع اكثر من فريق صعدهم للدوري الممتاز، وبالتالي هو قادر على ان هو على هذه الاجواء، هو واخد على الاجواء دي، اجواء الامكانيات العاليه واجواء الاستقرار، فده اللي هيزود مجموعه القاهره صعوبه جدا جدا ان اكثر من فرقه عنده لديه او لديه طموح للصعود للممتاز يعني. طب اسال حضرتك كمان على بعض الاخبار عن الداخليه، عارف حضرتك ملم بكل الاخبار عن فرق الدرجه الثانيه، الداخليه صعد ممتاز ولكن عندك كل اسراره وتفاصيله، هل الداخليه هيعتمد على اللعيبه اللي كانت طلع بيها او صعدت بيه للممتاز ويبدا يجيب اسماء تزود الفرقه، تزود بعض الخبرات، تزود بعض الامكانيات، واللعيبه شفناها امام خصم عنيد نادي الزمالك وقدروا يظهروا بشكل جيد، هل هيستغنوا عن لعيبه كتير ولا هيبقوا على لعبتهم ويبداوا يجيبوا اسماء زياده معاهم؟ بالفعل النهارده صدر قرار من نادي الداخليه بالاستغناء عن 15 لاعب. 15 اصلا، يعني هو يعني موضوع يمكن صعب هم يمكن يعني دي كدفعه اولى يعني زي ما بيقولوا، يعني كدفعة هو أولى. معنى كده يعني هو معنى كده ان هو محتاج على الاقل 15 لاعب من قماشه الدوري الممتاز. حضرتك شايف القرار ده صح؟ بص انا يعني بصراحه انا شايف ان هو هم هو طبعا 50% دي ده قرار صح، انا شايف ان هو صح لعده اسباب. اولا عنده 50% من القوام، وده طبعا حاجه تحسب له، لان معظم الدوري الممتاز صعب جدا 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 انك تعتمد على كل الفرق، بدليل ان فرقه زي مثلا كوكاكولا لما صعدت وباعت لفيوتشر
ال 30 لاعب اتغيروا عشان عندهم امكانيات عاليه جدا. النهارده الشرقيه للدخان ما فيش الا خمس لعيبه اللي موجوده، وبالتالي هو بيعاني. انا بصراحه بيصعب عليا اللعيبه، يعني انا بفضل موجود في النادي وحلمي نصعب مع بعض ممتاز، وانا اللي حلمت معاك وتعبت وشقيت، اول ما نصعد خلاص امشي. يعني هل اللعيبه دي ملهاش نصيب تطلع ممتاز؟ تفضل موجوده في الدوري الدرجه الثانيه؟ معلش، ما هو الفوارق برضه كبيره. انت يعني اغلى لعيب في دوري ممتاز جه يعني عقده 500 600 الف جنيه، النهارده في الدوري الممتاز بتلاقي 5 مليون. بس حضرتك مليون بس حضرتك استاذ في يعني الفوارق كبيره. ايوه بس حضرتك يعني استاذ في الدوري الدرجه الثانيه، وعارف ان في لعيبه جيده تستطيع انها تكون موجوده في الدوري ممتاز، ولكن ما حدش اكتشفها او ما اتشافتش، واللي بيتشاف فيهم بيظهر على طول. بالظبط. انت عارف حضرتك لو 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 تفرقوا للانديه، يعني مثلا داخلين 15 لعيب ده ممكن يروح اثنين في كل نادي ممتاز، يروح اثنين مثلا، لكن كون ان يستعينوا بيهم كدفعه واحده بفرقه واحده بملاك واحد، لا صعب، صعب انك انت تصعد. ايوه طبعا مش كل اللعيبه، ولكن انا اكيد مش كل اللعيبه زي بعض، ولكن عندنا خير مثال داوود طلع على طول من الدرجه الثانيه وانضم لمنتخب مصر وتالق، عبد الغني مع نادي الزمالك، الزمالك جابه من درجه ثانيه، شلبي جاي من درجه ثانيه. فرق بيبقى لاعب بيروح نادي، لكن فرقه كامله تصعد بنفس القوام دي صعبه جدا، ما شفناهاش قبل كده بصراحه. طب عايز اتكلم مع حضرتك كمان عن السنه اللي جايه، الدوري الممتاز بيكون فيه شغل كتير، بيكون فيه منافسه عاليه، ايه اللي ناقصه علشان يظهر بشكل افضل؟ نقص الإدارة، نقص الإمكانيات. ليه؟ أنت دلوقتي كاتحاد الكورة قلت هنعمل دوري محترفين، هل أنت قررت وخططت أنك أنت تصرف على الأندية وخصوصا الأندية الشعبية أنها تعمل دوري محترفين الموسم اللي بعد الجاي؟ أنت عارف حضرتك النهارده اللي هيبقى من 48 نادي بعد الموسم ده اللي هيبدأ، هيبقى 21 فريق من 48 نادي، والباقي كله هيهبط درجة ثالثة يعتبر. هل احنا خططنا للموضوع ده؟ هل لما تعمل دوري محترفين اقل نادي محتاج، اقل نادي محتاج 5 مليون، اقل نادي كدفعة اولى، فانت عايز تعمل ده وفر للأندية الفلوس؟ اكيد، بس لا مش هتوفر، لا ما اعتقدش انها توفر. يعني الدوري يعني عشان توفر لكل فرقه 5 مليون على الاقل في 21 فريق، ده صعب جدا. وبعدين 5 مليون النهارده هيجيبوا كام لعيب؟ والله احسن حاجه في الدوري في دوري الممتاز بيه ان هو في نظام بيتلعب في مواعيده وبيبدا وبينتهي، يعني الدوري ماشي وبيخلص في ميعاده عادي. الدوري الممتاز مش عارفين نعمل كده. مش عارفين نعمل كده. ان انت تلعب 46 اسبوع يعني سنه كامله بدون توقف، دي صعبه برضه، ودي برضه حاجه ما درسناهاش او ما خططناش ليها. يعني انا بشكر حضرتك جدا وشكرا ليك، ودايما حضرتك بتقول لنا كل ما يحدث في دوري القسم الثاني. طبعا يا جماعه دوري ممتاز بيه في ناس كتير مهتمه بيه، وعلى فكره بيكون في مواهب كتير جيده، بيكون في مدربين كتير جيدين، ليه شعبيه كبيره. ليه شعبيه كبيره، ممكن ما يكونش ليه شعبيه عند حضرتك، ممكن ما يكونش ليه شعبيه او حضرتك مش مهتم بيه، ولكن ليه جماهيريه كبيره جدا في كل محافظات مصر، في كل قرى مصر، في كل الناس اللي عندها انديه هي بتحبها وتربط ان بتشوفها وبتشجعها وحاسه ان هي قريبه منها، بتحس ان الانديه الجماهيريه دي موجوده شعبيه، انديه بجد مهمه جدا. في انديه كتير، في بلديه وفي منصوره وفي المنيا، في اكتر من نادي قعدنا نعد مع بعض، في انديه ليها جماهير يا جماعه، ليها جماهير بجد، ولو صعدت دوري ممتاز هتشوف ليها جماهير بشكل قوي جدا جدا. انت بتشوف الناس بتلعب في اسوان بتشوف جماهير، لما الناس تروح الغزل بتشوف جماهير، ودي الانديه اللي نفسنا تكون موجوده في دوري ممتاز.